لما نشوف شعار فيراري أول شيء حيخطر في بالنا هو الفخامة والأداء العالي، لكن هذه الصفات ثمنها غالي وحيزيد ثمن السيارة أكثر وأكثر لما تصير كلاسيكية أو نادرة. واليوم حنعرفكم على أغلى 10 سيارات فيراري على الإطلاق. المركز العاشر، فيراري 250LM، أول سيارة فيراري لومو بمحرك وسطي، واللي كسبت سباق الـ 24 ساعة في عام 1965 وأصبحت أيقونة في عالم السباقات، وتم إنتاج 23 نسخة منها، وانباعت واحدة من هذه النسخ في عام 2015 بمبلغ 18 مليون و260 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 68 مليون ريال سعودي. المركز التاسع، فيراري 250 جي تي ال دبليو بي كاليفورنيا سبايدر كومبيتسيوني. فازت هذه السيارة بجوائز كثيرة، وتم إنتاج 250 نسخة منها، وتم بيعها في المزاد العلني عام 2016 بمبلغ 18 مليون و500 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 69 مليون و375 ألف ريال سعودي. المركز الثامن، فيراري 375 بلس سبايدر كومبيتسيوني. سيارة سباق صنعتها الشركة الإيطالية عشان سباق ميلي ميجيلا لعام 1954 اللي حصلت فيه على المركز الثاني، وتم بيعها في عام 2014 بسعر 19 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 71 مليون و250 ألف ريال سعودي. المركز السابع، فيراري 250 جي تي اس دبليو بي كاليفورنيا سبايدر. البعض يعتبرها أجمل سيارة على الإطلاق. مالك هذه السيارة احتفظ فيها في متحف، وبعد وفاته في عام 2015 انعرضت للبيع في مزاد علني، وتباعت ب 19 مليون و200 ألف دولار أمريكي، أي حوالي 72 مليون ريال سعودي. المركز السادس، فيراري 250 جي تي بي سي سبيسيالي. هذه السيارة اتصنعت كسيارة سباق، وبالتالي حصلت على هيكل ألومنيوم ومحرك V12 سعة 3 لترات بيولد قوة أكثر من 70 حصان، لكنها ما شاركت في أي سباق أو رالي، لكن مع ذلك سعرها ارتفع بشكل خرافي في السنوات الأخيرة، وانباعت ب 27 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 102 مليون ريال سعودي. المركز الخامس، فيراري 250 جي تي بي 4S نارت سبايدر. تم إنتاج 10 نسخ من هذه السيارة في نهاية الستينات، واحدة منهم كانت ملك الممثل الأمريكي الشهير ستيف ماكوين، وانباعت بسعر 27 مليون دولار، أي ما يعادل 103 مليون ريال سعودي. المركز الرابع، فيراري MM920 اللي شاركت في سباق مايلي ميجلا لعام 1956 بقيادة خوان مانويل فانجيو بطل العالم 5 مرات، واستمرت بتحقيق النجاحات بعد هذا السباق العظيم. الشركة أنتجت 4 نسخ فقط من هذه السيارة، الشيء اللي يخليها نادرة جدا، وبالتالي سعرها حيكون فلكي، وبالفعل وصل سعرها في المزاد ل 29 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 109 مليون ريال سعودي. المركز الثالث، فيراري 335 سبورت سكاليتي. شاركت هذه السيارة في سباق ميلي ميجيلا وسبرينج 12 أورز في نهاية الخمسينات، وفي عام 2016 تم بيعها بسعر 36 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 137 مليون ريال سعودي. المركز الثاني، فيراري 250 جي تي أو. رغم أنها احتلت المرتبة الثانية في القائمة، لكنها أغلى سيارة انباعت في مزاد علني في التاريخ، وانباعت بسعر 31 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 154 مليون ريال سعودي. أما أغلى سيارة فيراري على الإطلاق فهي فيراري 250 جي تي أو كمان، بس نسخة ثانية. لكن اللي يميز هذه النسخة هو أنها فازت في سباق تور دي فرانس عام 1964، واحتلت المركز الرابع في سباق لوما عام 63. بسبب هذه الإنجازات انباعت هذه النسخة من فيراري 250 جي تي أو بصفقة شخصية مقابل 70 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل
263 مليون ريال سعودي. أعزائي المتابعين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.